لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم. بالفيديو لن تصدق ماذا وجدوا في قبر الشيخ أبو عبد السلام الجزائري بعد دفنه. سبحان الله، اكتشفوا اليوم في قبر الشيخ أبو عبد السلام الجزائري، وحسب مصادر مقربة فقد كانت رائحته جميلة تشبه الزعفران تنبعث من القبر، وكانت الطيور تحلق فوق القبر، بالإضافة إلى نزول أمطار شديدة من السماء تفوح منها رائحة جميلة. ربي يرحمه. لن تصدقوا ماذا عثروا في شنطة أبو عبد السلام الجزائري التي أخذها معه للحمام قبل وفاته. شيء لا يصدق. قالت أسرة الشيخ أبو عبد السلام أنه كان يأخذ شنطة معه كل يوم وهو داخل الحمام، ولكن نحن لم نعرف ماذا يوجد بها، وحين توفي ذهبنا لنعرف ماذا يوجد بداخل الشنطة ووجدنا مصحف وسبحة وصابون. وهذا هو الشيء الذي صدمهم، أنهم عثروا على ورقة كان مكتوب فيها معلومات عن الشيخ أبو عبد السلام، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. ابنة الشيخ الجزائري أبو عبد السلام تنعي والدها بكلمات مؤثرة، وقالت فيها: مش هعيش من غيرك ولا لحظة يا حبيبي، انت كل حياتي، والله ما هعيش من غيرك ولا لحظة، ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة، آمين يا رب. زوجة الشيخ أبو عبد السلام الجزائري تبكي وتنهار من الصريخ، وتكشف السبب الحقيقي وراء وفاته وتصدم الجزائريين. نعت زوجة الشيخ الجزائري أبو عبد السلام زوجها بكلمات مؤثرة قال فيها: عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليد لأنك عوضتني عنهما، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم لرحيلك. دلوقتي أنا بنعي زوجي حبيبي حتة من قلبي، اتخلعت بفراقك يا حبيبي، اللهم ارحمه رحمة واسعة وسعت كل شيء، اللهم ارزقه الجنة والفردوس الأعلى برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختتمت: اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم تجاوز عن سيئاته وأحسن إليه يا رب العالمين، نسألكم الدعاء لزوجي بالرحمة والمغفرة. صلت جنازة على والده الشيخ أبو عبد السلام، وهو الذي تقدم للصلاة عليه وسط تأثر الحاضرين، وظهر عليه التأثر الشديد زي ما واضح أمام حضراتكم. الآن نسيبكم تشوف الفيديو. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر صور للشيخ أبو عبد السلام الجزائري، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء بحمام السخنة بولاية سطيف. وتظهر الصور المتداولة والتي التقطت بعد صلاة فجر يوم اثنين الشيخ أبو عبد السلام وهو يبتسم ويبدو بصحة وعافية، لكن قدر الله وما شاء فعل. وكشفت الوزارة الثقافية الجزائرية أن صلاة الجنازة على الفقيد الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله أقيمت اليوم الأربعاء بعد انتهاء صلاة الظهر بمسجد البشير الإبراهيمي الزغارة،
والدفن بمقبرة سيد نعمان بلدية بولوغين. وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المصاب الجلل، ودعوا للفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. آخر ما قاله الشيخ أبو عبد السلام في آخر ظهور له قبل وفاته، وكأنه شعر بقرب أجله. تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور المحاضرة الدعوية الأخيرة التي ألقاها الشيخ أبو عبد السلام جعفر ألفيلي الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 76 عاما. الراحل أبو عبد السلام قدم محاضرته الأخيرة من مسجد علي بن أبي طالب برأس علمة في ولاية سطيف، والتي زارها الفقيد قبل أن توفاه المنية. وهناك جاء في محاضرته الأخيرة وقال: الله تعالى يحبنا ويعلم يقيننا، ولولا حبه لنا ما أرسل إلينا واحدا منا نعرفه ونعرف صدقه وأمانته، راعيا وموجها ومبينا للحلول والضوابط التي لو أخذنا بها فزنا ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. الفقيد قال أيضا: بكى سيدنا محمد ودمعته عزيزة علينا، وقد أشفق الله سبحانه وتعالى عليه، فأرسل إليه جبريل يسأله: ما الذي يبكيك يا محمد؟ فيقول: أمتي أمتي. صار الناس يمرون ويقولون: هل لا كنتم أخذت هذه اللبنة؟ فقال: أنا تلك اللبنة، يعني هذا البناء كله في الصبح والتبقى وبقيت لبنة صغيرة، فلماذا نعجب من نقصانها ولا نبادر إلى إثبابها؟ رب يوفق الجميع إن شاء الله. مات وهو ساجد الشيخ الجزائري أبو عبد السلام، صرخ قبل وفاته بلحظات قليلة من داخل الحمام وقال: الحقوني أنا بموت. ولكن للأسف عندما فتحوا الباب لقوه ميتا على الأرض، وكانت الصدمة لعائلته. وهذه هي الصور. مع الشيخ شمس الدين الجزائري من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر، وقدم العزاء لأسرته قائلا: من النادر تشوف إنسان زي الشيخ أبو عبد السلام، كان واحد من الناس دي. مع السلامة يا ابن متصالح، مع نفسه كده متصالح ومع الظروف اللي عاشها في حياته. وعندما تتحدث عنه لازم تقول في بداية الكلام أنه هو الأصول والاحترام والتقدير والأدب والأخلاق الكريمة. إن شاء الله في الجنة. مع السلامة يا صديق عمري، الله يرحمك يا رب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.